والله ما احنا رايحين، نبى العطيف. الله يوفقنا وياك. نبى الصيدليه اللي مقابله، بس ندور العباره وينها. الله يثبتنا وياك معلم. بغيت ايه عليكم بكثره الذكر، كثروا الذكر والاستغفار حتى ينشحن القلب بالايمان، فلا عاد يخلي الواحد يحلق اللحيه ولا يشرب الدخان ولا يغتاب ولا يتكبر. انت وش انت؟ ادعونا وندعيكم. وش انت؟ اصلي المؤقت ولا الدائم؟ المؤقت ولا الصحيح؟ الصحيح. الصحيح تراب من تراب، والمؤقت قحطان. يا بوجه الله يعوضك، بارك الله. الله يحفظك ان شاء الله. من أمة محمد، أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف؟ أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وإقامتي وجنسيتي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا أمة محمد، ما في فرق بيننا. ليه ما معك لا هوية ولا إثبات؟ لا بس إقامتنا الصحيحة. جوازنا الصحيح لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب دحين انت لبسك الخيشه هذه لك تبرد، حط ايدك تشوف. طيب برد علي. ها ولا لا؟ كيف كيف طبيعي. طيب وليه شفت جيتنا في المسجد مع عجيب؟ متى؟ قدام 4 أيام 5 أيام. هنا في العطيف؟ لا في الحويه. صح 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 صح، حدثت علينا في المسجد. بالضبط، جزاك الله خير، بارك الله فيك. صح. وركبت مع راعي جيب، من هو؟ ولا فاعل خير؟ والله يمكن فاعل خير. انت هذه حياتك تروح وتجي ولا عنده؟ عنده. يقول سافر في الاسفار 5 فوائد: تفريج هم، اكتساب معيشه، وعلم، واداب، وصحبه ماجد. سافر في الاسفار 5 فوائد. طيب وظيفتك؟ وظيفتي ارعى حلالي. وين حلالك طيب؟ في الجنوب. في الجنوب؟ في الجنوب، بلاد قحطان. حريات ولا؟ بركة من الله، الله يطرح فيها البركة. آمين. عيالك؟ عيالي الله يصلح النية والذرية. الله يصلح النية والذرية. ما عينت منهم أحد؟ ها؟ ما هم فيه ولا غير؟ كله فيه. يبغوني يمشون معي، يقول لا أنا باقي الدنيا وخلوني على كيف. أيوه. وإذا كبر سني وهذا ذاك الوقت بقول لكم. الله يوفقك. ومكارثة.